انتشر في أوساط النساء وصفة يقال لها يقال انتشر في أوساط النساء وصفة يقال إنها تسهل الولادة، وهي أكل سبع رطب وقراءة سورة مريم بعد كل يوم ابتداء من نهاية الشهر الثامن، فهل هذه الصفة بدعة محدثة لتعلقها بالدين أم ماذا؟ لا ما أدري عنها، هذه ما أعرف أصلها ولا أدري عنها. يعني التمر يقول أنه طيب للنفساء أخذ من قصة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، قالوا أن التمر فيه خاصية للمرأة عند الولادة، الله أعلم.